صباح الخير، يسعد صباحكم بتوقيت باكستان. حاب أعرفكم على قريتنا الجميلة الصغيرة. طبعا هذا البيت، هنا بيكون البيت، هنا ذا البيت، هي قرية صغيرة، نظام قرواتي. وهنا يكون المجلس، هذا المجلس والمسجد. مرحبا، قولي مرحبا. يلا يلا أمير، يلا يلا، خلاص بدينا نلعب في التراب. لا لا لا، يلا امشوا، هيا موري، يلا بابا قوم، يلا يلا، رايحين رايحين، جيب عن عن حقك، يلا يلا تعال، يلا يلا بابا، يلا يلا، شوف بيجيك الهوهو. يلا يا الله، بلشنا بقى الولد. يلا هيا عشان نروح هناك، هنا هنا، روح شوف 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 البقرة. يلا امشي، يلا أمور، يلا ورينا فين البقرة، يلا امشي، يلا يلا مامتي، يلا تعالوا هايدي. كمان زارعين الرز الحين، الموسم حق الرز. هنا هذا ما اعرف حق ايه، معلش يعني مو ما اعرف، يعني هذا مو الرز اللي زارعين الرز قدام، هذا والله ما اعرف، قصب السكر او شيء زي كذا، ما اعرف، ماني عارفه ايش هذا الشيء. يلا تعوا، لا تسوي كذا يا ماما، لا تسوي، وهذولا هاي شو اسمها، بدي اسميها اسم، هاي اسمها حصة. مرحبا حصة، زاد حصة زعلانة، كأنها زعلانة. وهذه شو اسمها، هذه اسمها ما اعرف. ملوك قولي له مرحبا، لا تقربي منه كتير يا ماما. أميري انتي كمان قول له مرحبا، أميري قول السلام عليكم، قول السلام عليكم، قول السلام عليكم. لا يا ويلك جات، تعال 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 تعال، سيبهم سيبهم سيبهم، تعال روح هنا، تعال روح نشوف طبعا كلها مزارع ما شاء الله زارعين الحين. في زارعين كمان قطن، يعني موسم الحين، الموسم القطن وموسم الرز وزي كذا. الحين صباح الوقت، هو الصباح، والله يعني من فترة ابغى اسوي هذا الفيديو بس سبحان الله ما ساعدني الوقت. وهذا طبعا يسقوا فيه المزارع لما يكون ما في موية، طبعا الحين في موية، الموية تجي من ال ما اعرف من فين تجي. هذا هو مجرى الموية، بتروح على المزارع. هذا هو الرز ما شاء الله، خلاص تقريبا صاير، تقريبا صاير الرز. يلا ملوك، يلا ماما، أمير أمير أمير، خلاص أمير إذا شاف له شيء خلاص بيوقف عليها، ما بيكمل معنا. أمير يلا أمور زي كذا، عليه حركات غريبة، كل ما شاف له تراب ولا شاف له شيء بيوقف هناك. يلا بابا تعال، احنا رايحين انا وملوك، صح؟ هذا كله رز ما شاء الله تبارك الله،
خلاص تقريبا اسبوعين كذا او اسبوع خلاص بيشيلوا هذا كله، هذه كلها رز زارعينه ما شاء الله تبارك الله. تعالي ملوك ماما تعالي هون، كمان في شي اسمه قطن، بنروح على قطن. طحت والله طحت طحب جبارة. لك زحلط خلينا نروح نشوف القطن. ملوك اح والله تعورت رجلي، ما ادري كيف تزحلقت، على بالي انا حريفة في المشي. وصلنا للقطن، والله اني صرت اخاف. هذا القطن، زارعين قطن، هاي كلها قطن. اعتقد لسه مو صغير، شوف هو بيكون زي كذا سبحان الله، وبعدين يتفتح بهذا الشكل. خليني اشيل واحد، شايفين كيف؟ هاي قطن، هذه الجهة كلها زارعين قطن، وهاي الجهة كلها زارعين رز. اموري اميري نفس المشكلة، نفس المشكلة والله يا ابني نفس المشكلة. تزحلق زحلقت انا كمان قبل شوية. لا يا ماما لا 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 تدخل لا تدخل، اطلع يلا يلا. والله انا كمان كذا ماشية ماشية الا بالصدفة زحلقت. طيب ايش اسمهم هناك بيت الجيران، ما ادري ايش قاعدين يسووا، يحصدوا او شيء زي كذا. نظام البيوت تكون زي كذا، بيوت بعدين مساجد ومجالس، اغلبها زي كذا. وشو في بيوت بعيدة، لكن البيوت هنا النظام انه كل بيوت مو جنب بعض، شايفين كيف يعني شوية فيه، لان يكون مزارع كل واحد مزرعته وبعدين بيوتهم. يعني ما شاء الله يعني الواحد كم ما اعرف كم مربع له مزرعة، وشوفوا ما شاء الله تبارك الله قديش شايفين. فا ان شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتي، ومع السلامة.